خدمة فاخرة، أطعمة صحية، عناية فائقة، ورعاية طبية مثالية. مجموعة مستشفيات السعودي الألماني. مع حلول فصل الصيف المتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة، يلجأ الكثيرون إلى حمامات السباحة للترفيه، ولكن بحثا بريطانيا حديثا حذر المصابين بالأكزيما الجلدي من ذلك. فمادة الكلورين التي تضاف إلى حمامات السباحة بغرض التعقيم قد تتسبب في إثارة المناطق المصابة، ويرجع السبب إلى قدرة الكلورين على إضعاف مناعة الجسم، كما قد يتأثر الجنين في بطن أمه من هذه المادة، ما يجعله أكثر عرضة للإصابة بالأكزيما والربو وحساسية الطلع. وبحسب بعض الدراسات، فاستخدام الكلور في حمامات السباحة يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بالربو 6 أضعاف، وبذلك قد يكون الأطفال في خطر أكبر للإصابة بالربو، لأن الرئتين لديهم لا تزال في طور النمو، كما أنهم يميلون إلى ابتلاع المياه الحاملة للكلورين أثناء السباحة أكثر من غيرهم. وفوق ذلك، فمادة الكلورين مسؤولة عن تهيج العين والأنف، ويأمل الباحثون في إجراء المزيد من الدراسات على علاقة مادة الكلورين بالإصابة بالأكزيما، ليتم أخذ الإجراءات والبحث عن بدائل أخرى. رشا خياط، العربية. خدمة فاخرة، أطعمة صحية، عناية فائقة، ورعاية طبية مثالية. مجموعة مستشفيات السعودي الألماني. فقرتنا الطبية اليوم عن الأسرة، وطبعا النشاطات الصيفية العديدة، فخاصة اللي يتعرض لها الأطفال أو يقوم بها الأطفال خلال فترة الصيف، تؤدي إلى تعرضهم للكثير من العوامل الخارجية التي قد تؤثر على بشرتهم وصحتهم العامة، مثل حرارة الشمس القوية أو حتى المواد الكيميائية المتواجدة عادة في مياه المسابح، وبالتالي يكونون عرضة لأمراض عدة. وللحديث أكثر عن الموضوع ينضم إلينا في الاستوديو الدكتور زهير مهمندار، استشاري حديث الولادة واختصاص الأطفال الخدج. صباح الخير دكتور. صباح الخير، يعطيكم العافية. كل عام وأنت بخير. وينعاد عليكم إن شاء الله. خلينا بداية، طبعا صيف حر، كل الناس طبعا في المسابح في البحر، بس أكيد طبعا في تأثير للكلور على بشرة الأطفال، خلينا نتكلم أكثر عن هذا الموضوع. بالتأكيد هذا حديث الساعة، يعني هلا مع بدء فصل الصيف والإجازات المدرسية، فأغلب الأهل بيطلعوا بيكنيك، بيطلعوا يعني للشاطئ، بيطلعوا للمسابح. طبعا نحن مو ضد طلعتهم، بالعكس نحن نتمنى للأطفال دائما السعادة والمتعة، بس في نقطة كتير لازم ننتبهوا لها الأهل. أولا ارتفاع درجة الحرارة بيعرضهم إلى ضربات الشمس، كون أن الطفل بيعمل نشاط كتير مو مثل البالغ بيقعد بينتبه لنفسه، بيقعد تحت المظلة، بياخد سوائل كافية. الطفل بيلعب طول الوقت فبفقد سوائل كتير، بالإضافة إلى تعرضه للشمس وما بيعود هالشي، فممكن يتعرض ضربات شمس، يدخل في أشياء مثل الغيبوبة أو التشنج الحراري، وكله يعني سببه نقص السوائل والتعرض للشمس. بتذكر أنا دائما أنه يعني خليكم تحت الشمسية شوي. طب ما هي الفترات، يعني خلوا الولد يلعب لفترة كم؟ يعني كل 10 دقائق، ربع ساعة لازم يجلس تحت المظلة شوي؟ يعني بالتأكيد أقل، لأنه بهالشمس المحرقة يعني، ولازم بين فترة وفترة ياخد سوائل، مي، عصائر. كم هي الفترة؟ كمية كبيرة، وبنفس الوقت بس يعني كل أكثر من 2-3 دقائق كتير بهالحر هذا، درجة فقط 3 دقائق بالشمس، بالحرارة العالية 3 دقائق إلى 5 دقائق ماكسيموم، ما تزيد عن 5 دقائق. لأنه ليش؟ هو ما بيحس بنفسه، بيلعب وبينط، مو مثل البالغ. البالغ دائما بنتبه نفسه، بيحس بالعطش، بيحس بالإرهاق. الطفل من شدة متعته ما بيحس. هل في وقت مثلا معين يفضل أنه الطفل طبيعي يعني بعد الظهر؟ بعد غياب الشمس يفضل، أو دخول الشمس يعني، أو الصبح مبكر، لأنه يكون درجة الحرارة مقبولة، ما بيكون يعني. طب وقتها كم ممكن الخطوة يجلس الطفل يلعب؟ لأنه أنت يعني صعب تتحكم فيه بس 5 دقائق أكيد في البحر، يعني كم المدة؟ هو الحقيقة إذا كان المكان مكشوف
إذا كان درجة الحرارة مقبولة ممكن تمتد الفترة إلى 8 دقائق أو 10 دقائق بس إذا كان فقط لأنه حيفقد سوائل. 10 دقائق في الشمس كم دقيقة في الظل؟ أكيد 5 دقائق في الظل ويرجع مرة ثانية يتناوب. وأهم شيء أنه يأخذ السوائل الكافية لأنه هو بفقد سوائل. هي أهم نقطة. وبعدين في نقطة أثرتوها مهمة كتير موضوع المسابح. المسابح الحقيقة أنهم بيحطوا كلورين كميات كبيرة حتى يحاولوا يتغلبوا على الجرم وما بيغيروا المي بشكل متواصل. فالكلورين مشكلة كبيرة بنعاني فيها ومنشوفه نحن بالأطفال في العيادات. فبتبدأ بتحسس جلدي بتأثر على كل الأجهزة. لما بكون تركيز كلورين عالي الطفل بيصيبه حساسية جلدية بتتحول إلى أكزيما بتتحول إلى التهابات جلدية ثم بتروح تاني إلى العيون بتسبب احتقان في العيون. نعم. تحسس بالعيون التهاب الملتحمة ممكن تروح على الإنف تسبب احتقان في الجيوب الأنفية. هذا إذا تعرض للكلورين بشكل مستمر ولا حتى ممكن كذا مرة يعني؟ هو الحقيقة حسب إذا نسبة الكلورين بسيطة ممكن يعني تعرضه كذا مرة يسبب له بس إذا نسبة الكلورين عالية ممكن من أول مرة يسبح بسويمينج بالحمام السباحة ويصيبه هالشيء هذا. طيب بين المسبح والشاطئ أي واحد أنت تفضل يعني تنصح الأهل؟ بالتأكيد البحر صحي أكثر. تفضل البحر؟ أكيد أكيد. هل في مدة معينة لعدد الزيارات مثلا للمسبح أنه ما يزور المسبح الطفل أكثر من مرة مرتين في الأسبوع ولا يعني صعب؟ إحنا ما نريد نحرمه النشاط هذا بالعكس. نشاط السباحة نشاط مهم جدا. بس يعني نطمئن أنه نسبة الكلورين عم تنحط في هالمسابح نسبة مسموح فيها نطمئن أنه ما عم تأثر على الطفل لأنه يعني الطفل بعد سباحة سباحتين بعض الأطفال بيجونا بالتهاب بالأذن التهاب بالجيوب الأنفية حساسية إلى حد الربو فإذا كان ما عم تأثر عليه بشكل شديد بالعكس يسبح كل يوم. ممتاز. طيب بالنسبة دكتور لضربة الشمس لما يجي الطفل يشكي يعني هل مثلا حيقول أنه عنده صداع ولا بيشعر مثلا بغثيان يعني كيف نعرف أنه موضوع كتير مهم. يعني بس الأم تلاحظ أنه الولد بدي يصير وشه أحمر شديد الحمار ويبدأ يشتكي من صداع هاي إحدى علامات الأولية لضربة الشمس. ما ننتظر بما الطفل يدخل في المضاعفات الثانية. فأول شيء تمنعه من الخروج إلى الشمس تحطه في مكان فيء أو مكان مبرد تعطيه السوائل الكافية بعدين تنقله إلى المستشفى. فهي العلامات الأولى طبعا بطبع مثل ما تفضلتي الصداع بطبع الغثيان بطبع الأقياء ممكن تصل إلى تشنجات تصل تدخل إلى غيبوبة لا سمح الله إذا الأهل ما انتبهوا. فطبيعي أول علامات أو أول مظاهر ضربة الشمس هي الاحمرار الشديد في الوجه نقص السوائل ارتفاع درجة الحرارة. ممكن تصيب الطفل ضربة شمس حتى لو كان الأهل حاطين له واقي من الشمس من غير القبعة تقصدي يعني الكريمات. أكيد ممكن أكيد ممكن. هي بتحمي جلده بس ما بتنقص من درجة الحرارة. طيب. سريعا دكتور موضوع كمان بعض الأكلات الباردة وكيف الأهل ممكن يعني تدرج يعني هو أوكي سبح بعدين فجأة راح على غرفة الملابس مثلا فيها اير كونديشنينج هاي التدرجات أيضا أكيد أكيد سؤال كتير مهم. الحقيقة أولا يعني الولد لما بيكون بسبح مي دافي وبطلع درجة حرارة الجسم 37 درجة لما بيدخل على إيسي درجة حرارة 20 أو 22 أكيد هذا حيرفع نشاط الفيروسات اللي بتعيش بالجسم وحيبدأ المرض. بالإضافة إلى ذلك مثل ما تفضلتي موضوع المشروبات والآيس كريم هذا طبعا لما بيكون طالع من البحر أو طالع من حمام السباحة مفروض ما يأخذ الأشياء هي الباردة. طيب وكيف التدرج لدرجة حرارة أبرد؟ بالضبط يعني هلا مثلا الطفل لما بيطلع من حمام السباحة مباشرة لازم يجفف كويس يأخذ شاور يغسل الكلورين اللي ممكن التصق بجسده وبنفس الوقت يبدأ يمشي إلى غرفة مبردة تبريد متوسط يعني درجة حرارة 26-27 ما تكون شديدة البرودة. نعم. نود أن نشكر الدكتور زهير مهمندار استشاري حديثي الولادة واختصاصي الأطفال الخدش شكرا جزيلا لهذه النصائح. الشكر موصول لكم ومنرجع منقول الوقاية خير من العلاج. نتمنى لأطفالنا السعادة وللأمهات يحتاطوا من الأمور هي كتير. صيف سعيد للجميع. شكرا.